واسمحوا لي أن أعطي الكلمة الآن إلى معالي رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين السيد دكتور محمد مصطفى لإلقاء كلمته. شكرا معالي الوزير. معالي الأخ دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية، معالي السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، معالي السادة الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر الجزيل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأشقاء في جمهورية مصر العربية على عقد هذا المؤتمر الهام في هذا الوقت العصيب بالذات، وأن أنقل لكم ولهم تحيات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس. كما أود أن أجدد تقديرنا العميق للدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه مصر لشعبنا الفلسطيني على الصعود كافة، السياسية والإنسانية والإغاثية، بما يعزز صموده ويسهم في الحفاظ على حقوقه المشروعة. لقد وقفت الشقيقة مصر منذ اليوم الأول للعدوان إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وبذلت جهوداً حثيثة مع الأشقاء والأصدقاء لوقف هذا العدوان الغاشم ولوقف إطلاق النار، وكثفت العمل من أجل تنسيق دخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها، بما في ذلك من خلال المؤسسات الوطنية في جمهورية مصر العربية، وأخص بالذكر الهلال الأحمر المصري الذي عمل جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المؤسسات الإنسانية لاستقبال أبناء شعبنا الجرحى والمحتاجين للرعاية والعناية الطبية. وأتوجه بالشكر الجزيل كذلك للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ونائبته المحترمة التي شرفتنا بوجودها أيضاً معنا في هذا اليوم، وإلى ممثلي جميع الدول الحاضرة والمؤسسات الأممية والإقليمية. كما أخص بالشكر مؤسسات الإغاثة على جهودها ودورها المحوري في تقديم وتأمين وصول المساعدات والاحتياجات الضرورية رغم ما يتعرض له مسؤوليها وعمالها من استهداف. لأولئك الذين شهدوا مع شعبنا الكارثة والذين عانوا منها كما نعاني نقول لهم شكراً. ولكل مواطن ومواطنة من أبناء شعبنا الصامد الذي يقف بشموخ أمام هذا الطغيان في غزة والضفة والقدس المحتلة نقف احتراماً وإجلالاً، ونجدد التأكيد من هذا المنبر أننا سنواصل تحمل مسؤولياتنا تجاههم. السيدات والسادة، أقف أمامكم اليوم ونحن جميعاً مثقلون بالألم والحزن لنبحث معاً سبل التحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي تعصف بغزة الحبيبة. تواجه غزة اليوم أزمة إنسانية غير مسبوقة، فهي منطقة منكوبة تعاني من المجاعة والدمار. تستخدم فيها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الجوع كسلاح للحرب، حيث نشهد في قطاع غزة تجويعاً متعمداً وممنهجاً واسع النطاق، ليس بسبب شح المساعدات بل نتيجة منع دخولها وإعاقة عمل المنظمات والطواقم الإنسانية. لا يزال القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 14 شهراً، وحتى خلال انعقاد هذا المؤتمر تتواصل عمليات التدمير الشامل والممنهج لأكثر من 80% من البنية التحتية، وخاصة المستشفيات والمدارس وخطوط المياه والصرف الصحي، مع انتشار الأوبئة والأمراض وانقطاع الكهرباء والمياه والوقود
وهو ما يشكل في تفاصيله وجمعه جريمة حرب متكاملة الأركان وإخفاق للإنسانية ولمبادئ القانون الدولي، ويستدعي تحركاً عاجلاً وفورياً، وهو ما يزيد من ثقل مهمة هذا المؤتمر. تتعرض المؤسسات الأممية وعلى رأسها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لمحاولات تقويض عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، مما يتطلب تحركاً دولياً وأممياً عاجلاً يتناسب مع خطورة هذا الاستهداف، باعتبار أن الأونروا تشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني ولاجئيه، وخاصة في قطاع غزة. ويجب التأكيد في هذا السياق على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال أو التقويض، وأن لها دوراً محورياً في مرحلة ما بعد الحرب، كما كان لها دوراً محورياً خلال 75 عاماً في حماية وإغاثة لاجئي فلسطين بناءً على قرار الأمم المتحدة رقم 194. لذلك يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نعرب مجدداً عن شكرنا وتقديرنا لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا وتلك التي تساعد في تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يشكل هذا المؤتمر الهام فرصة مناسبة لإعادة التأكيد على رفضنا لاستمرار احتلال قطاع غزة واستمرار إغلاق معابره المختلفة أو تقليص جغرافية أو ديموغرافية قطاع غزة أو أي من أرض وإقليم دولة فلسطين. لذلك يجب العمل بسرعة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن 2735 من أجل وقف العدوان وتأمين دخول ووصول المساعدات لشعبنا بشكل فوري وعاجل، وبما يمهد لعودة الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، والبدء بالعمل من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية وإعادة قطاع غزة إلى فضائه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبدعم وشراكة من المجتمع الدولي. السيدات والسادة، لقد حرصت دولة فلسطين من خلال حكومتها على الاستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لأبناء شعبنا في قطاع غزة رغم الظروف القاسية التي نمر بها، بما في ذلك الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية على مدن الضفة الغربية واقتطاعات أموال الضرائب الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي. وقد تجلى ذلك من خلال استمرار تقديم ما أمكن من الخدمات الأساسية أثناء الحرب عبر المؤسسات الحكومية والوزارات في مجالات المياه والطاقة والاتصالات والخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات المالية والخدمات المدنية. كما قامت الحكومة بتنسيق وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية بالشراكة مع مقدميها، والتي نأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر تعزيزاً لها. وسأترك تفاصيل جهود الحكومة في هذا الإطار وتحديد الاحتياجات الفورية التي تتواءم مع متطلبات مؤتمرنا هذا للجلسة التفصيلية لاحقاً. بالإضافة إلى هذه الجهود الآنية والحيوية، تقود الحكومة مرحلة التخطيط الواجبة لمرحلة ما بعد الإغاثة والاستجابة الإنسانية، حيث تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية حالياً بوضع خطط للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيداً لإطلاق عملية التنمية الشاملة. وقد قامت الحكومة في هذا الإطار حتى الآن بما يلي: أولاً، وضعنا خطة لإعادة توحيد وتطوير المؤسسات الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما يمكننا من توسيع وتطوير الخدمات المدنية القائمة
لتلبية احتياجات المواطنين بعد الحرب. ثانياً، وضعنا خطة لإطلاق أعمال التعافي في قطاع غزة واستعادة الخدمات الأساسية الحيوية وتمهيد الطريق للإنعاش الاقتصادي، وذلك بالشراكة مع عدة أطراف دولية. ثالثاً، شكلنا فريقاً حكومياً لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة الإعمار أعمار غزة وبناء اقتصادها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في إعداد هذه الخطط. رابعاً، ولضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، طورنا تصوراً كاملاً لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار، وسيستكمل هذا المجهود بإنشاء صندوق ائتماني مالي مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي وبما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلة. خامساً، وضعنا خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة في مرحلة ما بعد الحرب، وذلك من خلال إرساء أسس النمو المستدام والشامل وتحفيز الاستثمار الخاص والعام القادر على توليد فرص العمل وزيادة عائدات الحكومة، وفي نهاية المطاف الحد من الاعتماد الطويل الأجل على مساعدات المانحين. سادساً، وضعنا خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء إصلاحات تشريعية وإدارية ومالية ضرورية بما يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ولضمان تقديم الخدمات بكفاءة لمواطنينا في كافة المحافظات الفلسطينية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في أعمال هذه المؤسسات، ومن أجل دعم سيادة القانون وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وبما يمكننا من النهوض بقطاع غزة كما هو الحال في الضفة. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إننا في حكومة دولة فلسطين نتتطلع ومن خلال هذا المؤتمر إلى شراكة حقيقية معكم جميعاً، كما نتطلع إلى تعهدات تعالج الاحتياجات الإغاثية والإنسانية العاجلة وتأمين وصول المساعدات الفورية والتقدم نحو التعافي المبكر. إن الشراكة وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية قيد البحث في مؤتمرنا هذا هي استثمار في صمود الشعب الفلسطيني وفي مستقبله، بما يحفظ كرامته وترفع من منعة المجتمع وقدرته على التعافي وإعادة البناء، وتوجه رسالة أمل لشعبنا مفادها أن العالم لن يتركه وحيداً. بدعمكم المبدئي ومواقفكم النبيلة، نريد لشعبنا الصامد الصابر أن يحيا مثل بقية شعوب المنطقة بكرامة، حراً على أرضه وسيداً في وطنه. شكراً لكم جميعاً على دعمكم، ونسأل الله أن يكلل جهودنا وإياكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً للسيد رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، وأشكره على هذه الرؤية الواضحة لسيناريوهات التعامل مع الأوضاع الخطيرة للغاية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، وأشكره على هذه الرؤية الواضحة، ونجدد دعمنا الكامل لفلسطين قيادة وحكومة وشعبا في هذا الظرف الدقيق.